الفنانة اللبنانية إلسا صغيب بطلة مسلسل شتي يا بيروت مع زوجها وأولادها، ومعلومات لا تعرفونها عنها. أهلا بكم. تعتبر إلسا صغيب من الممثلات اللبنانيات اللواتي حجزن لنفسهن مكانة مميزة على الساحة التمثيلية اللبنانية والعربية أيضا، وذلك يعود لاختياراتها الموفقة والصائبة للأدوار والأعمال التي تقدمها. ولدت إلسا صغيب في 1 شباط فبراير عام 81 في بلدة عمشيت في لبنان، ودرست وتخرجت في المدرسة الثانوية في سان كورجبيل عام 98، ثم درست المسرح في الجامعة اللبنانية وتخرجت في عام 2002، كما درست الرقص التعبيري وهي متزوجة ولديها ولدان. مشاركتها الأولى في الدراما التلفزيونية كانت في المسلسل اللبناني من أحلى بيوت راس بيروت للكاتب مروان نجار. من ثم اتجهت إلى تعليم المسرح حوالي 5 سنوات. بعدها انتقلت إلى تلفزيون الجزيرة الخاص بالأطفال، وقدمت برنامج صحة وسلامة وهو تثقيفي ولا علاقة له بالفن. ثم خاضت تجارب تمثيلية إلى أن وصلت إلى تقديم برنامج استوديو الفن. وشاركت إلسا صغيب في العديد من الأعمال التلفزيونية، نذكر منها قضية يوسف مؤبد، حواء في التاريخ ومن أجل عينيها، وأرليت وإدوار وبلحظة. إضافة إلى مشاركتها في أعمال فخامة الشك وجنى العمر وفرصة ثانية وقيامة البنادق وهي وهي والغالبون بموسمه الثاني وما فيه بموسمه الأول والثاني. الفنانة اللبنانية إلسا صغيب مع زوجها وأبنائها. الفنانة اللبنانية إلسا صغيب مع أبنائها. رشحتها نادرة عساف عضو لجنة التحكيم الأكاديمية في دورة عام 2010 كونها تتقن الرقص والتمثيل، وذلك بعدما سألها المخرج سيمون أسمر ما إذا كانت تعرف مقدمة يمكنها القيام بهذه المهمة بجدارة، فتقدمت إلى الكاستينج مع المشتركين. وبعد انتهائها اقترب منها سيمون أسمر وأخبرها أنه تم قبولها، وبرزت الفنانة إلسا صغيب في البرنامج فأضفت بتقديمها للمشتركين وإدارتها الحوار مع لجان التحكيم متعة وأجواء جميلة طغت عليها العفوية النابعة من شخصيتها. وقالت إلسا في مقابلة صحفية: لم أتوقع أن يتم قبولي بهذه السرعة، لذا انتابتني الدهشة، فأنا تقدمت بنية التعرف على سيمون أسمر، ولم أتوقع أن حياتي ستتغير في هذا اليوم. وتساءلت إلسا: هل علي أن أفرح أو أخاف من هذه المسؤولية؟ هل علي أن أصرخ من فرحتي أو أبدأ فورا التدرب على التقديم؟ وتابعت: إلا أنني قررت التركيز على العمل فورا لأكون على قدر المسؤولية التي ألقيت على عاتقي. وعن أعمالها الفنية: فلم تكن سهلة مهمة إلسا صغيب في مسلسل جنى العمر، لأنها ببساطة تؤدي دور سلمى التي تتمتع بأنوثة فائقة، إلا أنها تضطر إلى التنكر في شخصية سليم هربا من السلطات، كل ذلك في أجواء تاريخية تعود إلى حقبة الانتداب الفرنسي عام 41. وكانت قد أكدت إلسا صغيب في مقابلة صحفية أن الأمومة والتمسك بعائلتها الصغيرة تأتي في مقدمة أولوياتها في الحياة، ومن بعدها يأتي عملها كممثلة ومقدمة تلفزيونية، فالشهرة جميلة لكنها ليست متعلقة بها إلى حد التخلي عن حياتها العائلية، فما يهمها في الطليعة منزلها الزوجي وولداها، ومن بعدهما عليها العمل للحفاظ على مكانتها المهنية. أبناء الفنانة اللبنانية إلسا صغيب.
الفنانة اللبنانية إلسا صغيب مع أبنائها. وكانت قد تحدثت إلسا صغيب في مقابلة صحفية عن معايير النجومية وعلاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن النجومية اليوم تغيرت في ظل وجود مواقع التواصل الاجتماعي التي تجعل كل شخص مشهورا من خلال كلمة أو تعليق أو صورة. أما عن المشاهير فهم يضاعفون جهودهم لمواكبة موجة التطور العصري من أجل الحفاظ على مواقعهم. وأضافت: أتحكم فيها ولا أدعها تتحكم بي، هذه التقنية موجودة لكسر الحواجز وتقريب المسافات. وتابعت: لكنها تحولت إلى منابر للتعليقات والانتقادات السلبية في معظمها، وهذا أمر مؤسف. وهناك الكثير من الردود بين بعض الفنانين ومتابعيهم حول صورة مثلا أو تعليق، وهذه المسألة تفتح الباب أمام كلام غير مسؤول أحيانا أو غير صحيح. وتابعت: لست من النوع الذي يوظف التواصل الاجتماعي لهذه الغاية، بل ما يفيدني فيه أنني أعلن عن أعمالي القليلة. وأنها يمكن أن تشارك الناس بصورة جميلة أو لحظة مميزة، المهم أن تبقى الأمور تحت السيطرة على حد وصفها.